عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم. النهاردة يا شباب عندنا الجزء الثاني في سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. كنا اتكلمنا في الجزء اللي فات على ازاي نكون سؤال بهل yes no questions، وخدنا أمثلة كتير وخدنا أفكار، وقلنا أهم حاجة في السؤال بهل إن إحنا نكون حافظين الأفعال المساعدة والنقص. النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم عن حاجة تانية اللي هي ال WH questions، اللي هي السؤال بكلمة استفهام. زي ما قلنا في أول الفيديو اللي فات، إحنا بناخد السؤال بناخد بيه الحاجات السهلة، نبدأ نخش في الصعب فالأصعب لغاية ما نوصل إن شاء الله في الجزء التالت بقى إن إحنا نجيب محادثات ونشوف بقى محادثات ثانوية عامة ونحل مع بعض ونبدأ نتدرب تكون أنت عارف كل الأفكار. لما أجي أعمل سؤال بكلمة استفهام دايما بركز طبعا إن أنا علامة الاستفهام موجودة عندي، ببص ألاقي الإجابة طبعا أولها، مفيش بقى يس أو نو أو أوف كورس، أي جملة بقى. واحد بيقول واحد مثلا سؤال قال له I have been teaching، يعني أنا بدرس for بقالي 5 years، 5 سنين. واحد بيسأل واحد سؤال قال له أنا بدرس بقالي 5 سنين. طبعا أدام الجملة ما فيهاش يس أو نو أو أوف كورس يبقى ده سؤال بكلمة استفهام. أنا عايزك بروح دايما وأنت بتكون سؤال تكون مركز، لازم تبدأ بأداة استفهام، لازم تشوف يا شباب دايما إيه هي أداة الاستفهام المناسبة اللي هتمشي مع الجملة. بعد كده لازم تجيب لي بعدها فعل مساعد أو ناقص، الكلام ده مهم جدا لسنة تالتة، ما ينفعش أجيب كلمة استفهام لازم أجيب بعدها فعل مساعد أو ناقص. بعد كده ببدأ بالفعل، الفعل بتاع الجملة، ولو محتاج عشان المعنى مكملات للسؤال. يبقى ده شكل السؤال اللي أنت لازم تعود نفسك عليه. طبعا بتقرا المحادثه، واحد عامل انترفيو فواحد سال سؤال قال له انا بدرس بقالي 5 years 5 سنين، يعني انا عايز اعمل كلمه استفهام على 5 years، يبقى انا هقول له طبعا انت بقالك قد ايه، كام المده. كلنا عارفين يا شباب في كلمه اسمها هاو لونج، يعني يا مستر هاو لونج يعني كام المده، دي كلمه الاستفهام. دايما الفعل المساعد او الناقص بتجيبه من الجمله، خلي بالك ما تجيبش من عندك، ما بتجيبش من عندك الا لو جمله ما فيهاش، تجيب دو او داز او ديت. يبقى هاو لونج هاف، الاي هتطلع بيو، خلي بالك زمن الجمله ما يتغيرش، ما تغيرش زمن الجمله، يعني هنا هاف يبقى اقول له هاف يو بين تيتشنج، بالك قد ايه بتدرس؟ قال له والله بدرس بقالي 5 سنين. هتقول بس طب ما دي جمله مباشره قوي وسهله، طب ماشي ما احنا لازم نقول كل حاجه، نبدا بالسهل وناخد الصعب ونمشي سنه سنه لغايه ما نخلص كل حاجه. واحد يا شباب سال واحد سؤال انا ما اعرفوش، رد قال والله انا اي وينت تو ذا ماركت، انا رحت السوق ليه؟ تو عشان او لكي، باي اشتري، سمثينجز بعض الاشياء. واحد بيسال واحد سؤال في المحادثه، احنا جايبين جمل كده عشان نتدرب عليها، قال له I went to the market to buy some things. نرجع نقول أهم حاجة طلع كلمة استفهام. ليه أنت رحت السوق؟ عشان أشتري بعض الأشياء. لماذا؟ اللي هي كلمة إيه؟ واي. تمام يا مستر. طيب عايز من تحت فعل مساعد أو ناقص. أه المرة دي مفيش. يبقى أبص بقى للفعل وأجيب دو أو داز أو ديد. ده ماضي، يبقى أجيب أنا عندي كلمة ديد. الأي تطلع بيو، وأهم حاجة بقى ادام اخدت من الفعل ديت يرجع لاصله، ادام اخدت منه دو او داز او ديت هنا بقى يرجع واي ديد يو جو تو ذا كلاب او تو ذا ماركت. ليه رحت الماركت؟ عشان باي اشتري سمثينجز بعض الاشياء. يبقى انا عايز افهمك يا سنه ثالثه ان هي دي الجزء المباشر في الديالوج اللي هي اسمها الكومبليت انسر، الاجابه الكامله. واحد جاب لي اجابه كامله وانا بكون انا سؤال، انا بعمل سؤال ببص للجملة واشوف من فهمي للمحادثة هو بيسأله عن ايه، وابدأ اعمل تكوين سؤال. ايه الاخطاء الشائعة؟ واحد يكتب لك هاو لونج وتلاقي جايب بعدها هاو لونج يو، تقول له لا مستر معلمنا ان كلمة الاستفهام لازم بعدها فعل مساعد او ناقص، بعد كده فاعل، فعل الجملة، فعل مساعد او ناقص ده مش من عندي من الجملة، بس لو جملة ما فيهاش ارجع بقى اجيب انا دو او داز او ديت. زي ما قلت لك في الجزء اللي فات هتبقى مشكلتك دايما مش الاجابه الكامله، يعني عمر ما هتجيلك جمله اجابه كامله في الامتحان وهتمثل لك مشكله.
دايما هتبقى مشكلتك حاجه اسمها الشورت انسر، الاجابه المختصره. ده بيتكلم مع سائح كان موجود في مصر، سأل سؤال انا معرفوش، رد قال له ايه؟ نيكست فرايدي، الجمعه الجايه. شوف بقى الفرق هنا، نيكست فرايدي دي اجابه مختصره. انا دلوقتي عشان اعمل سؤال فوق لازم اكون يا شباب فاهم الدليل كله على بعض. ده واحد سائح وصل مصر، وصلت امتى؟ الاسبوع اللي فات. هل عجبك مصر؟ طب انت قاعد فين؟ سأله سؤال قال له الجمعه الجايه. يبقى انا لازم في الامتحان كده بالعربي اخمن جمله. وقال له، متى هتغادر لبلدك؟ هتسافر امتى؟ وابدا انا بقى من عندي لازم اظبط بقى كلمه استفهام وين متى. ده بيتكلم عن المستقبل، يبقى ويل يو ترافل، امتى هتسافر تو يور كانتري، امتى هتسافر لبلدك؟ قال له انا هسافر الجمعه الجايه. يبقى خلي بالك ان دايما واحنا هنحل مع بعض، احنا الجزء الاول شرحنا تكوين السؤال بمعنى هل، دلوقتي الجزء الثاني شغالين في السؤال بكلمه استفهام والافكار بتاعته، اخر جزء ان شاء الله بقى في الديالوج او في حل او في فيديوهات سؤال الديالوج، هنبدا نجيب بقى ديالوجز مع بعض كده ونبدا نشتغل واحده واحده كده، نجيب كتاب المدرسه ونحل عشان تقفل السؤال ده. يبقى انا عشان اعرف اكون سؤال يا جماعه بكلمه استفهام محتاج احفظ كلمات استفهام، لازم احفظ كلمات. طبعا في كلمات مشهوره، كلمه وير يعني اين، وين متى، وير هاو كيف، واي لماذا، دي كلها كلمات استفهام انا حافظها. ما تنساش كلمات الاستفهام اللي بكلمه هاو، احنا عارفين يا شباب ان كلمه هاو لما اجيب معايا يا شباب اي ادجكتيف صفه، يعني في حاجة اسمها مثلا هاو اولد، كم عمر، ممكن اعمل نفس كلمة الاستفهام هاو اولد دي بحاجة اسمها وات، بس لما اجي اعمل وات اجيب نون، يعني وات ايج، كم العمر، وبرضه وات ايج كم العمر. يعني دي معلومة ليك ان كلمة استفهام يعني في حاجة اسمها مثلا هاو ماتش، كلنا عارفين ان هاو ماتش يا شباب ليها معنيين، تيجي بمعنى كم الكمية، هاو ماتش لما اجي اسأل عن كمية حاجة مش معدودة، أو تيجي بمعنى كم الثمن، يعني هي بتساوي مستر كلمة اسمها وات برايس، ما الثمن. مثلا كلمة اسمها هاو لونج، كم المدة، أو هاو فاست، كم السرعة، هاو فاست بتساوي كلمة اسمها وات سبيد. يعني معلومة دايما تعرفها إن كلمة هاو مع الصفة هي هي بالظبط وات مع نو. طب يعني مثلا في هاو هاي، كم ارتفاع، هاو هاي يا شباب كم ارتفاع، بتساوي كلمة اسمها وات هايت، ما الطول أو ما، دي معلومة حلوة جدا، هاو هاي كم ارتفاع وات هايت. طيب بص، في حاجات الناس بتغلط فيها، يعني في حاجات بالرغم إن الديالوج سهل الأساسيات بتاعته في ناس بتغلط. يعني مثلا سبيل المثال لما تيجي تعمل كلمة استفهام بكلمة هاو ميني، يعني مثلا أي بوت، أنا اشتريت 3 بوكس، 3 كتب يسترداي، امبارح. واحد بيسأل واحد سؤال قال له ده انا اشتريت 3 كتب امبارح. افرض من خلال الديالوج هو عايز يسأله عن عدد الكتب، يعني انت شريت كام كتاب امبارح؟ فانت هتقول كام عدد الكتب انت اشتريتها؟ لما اجي اعمل كلمة استفهام هاو ميني، كام عدد؟ انا عايزك تفهم ان هاو ميني لوحدها مش كلمة استفهام. يعني مش قول بقى كلمة استفهام وحط فعل مساعد، لازم اجيب بعدها اسم واسم جمع، لازم هاو ميني بوكس، كم عدد الكتب، هي دي كده كلمه استفهام. يبقى دي معلومه مهمه عايزك تعرفها، ان هاو ميني بوكس، كم عدد الكتب، دي كده على بعضها كلمه استفهام. وابدا بقى اشتغل، مفيش فعل مساعد، ابص للفعل ماضي يبقى ديد، الايه سنه ثالثه بتطلع بيو، خدت ديد يبقى رجع الفعل الاصلي، هاو ميني بوكس ديد يو باي، امتى، يسترداي، كم عدد الكتب اللي انت اشتريتها امبارح؟ قال له اي بوث 3 بوكس. يبقى دي معلومه ان كلمه هاو ميني لازم يجي بعدها اسم جمع، ما ينفعش مفرد، عشان تبقى كلمه استفهام هاو ميني بوكس، هاو ميني بوكس. خلي بالك اللي زيها شويه هاو ماتش، بس لما تيجي بمعنى كم الكميه. خلي بالك يا جماعه دي مهمه جدا جدا. لما اجي اعمل سؤال يا شباب على كميه، لما اجي اسال واحد مثلا اقول له مثلا اي هاف جوت، انا معايا الوت اوف، كثير من ماني، الفلوس. لما اجي اقول لك اعمل سؤال هنا
خلي بالك، شوف انا مش معاك من كل حاجه، ما لازم اجيب لك من الاول، ولازم اسسك صح، لازم اتاكد ان انت عارف الاساسيات دي عشان تطلع معايا للصعب. واحد بيقول له انا معاك فلوس كتير، فطبعا هو بيقول له انت معاك فلوس قد ايه، ما كميه الفلوس اللي معاك. لازم تعرف في سنه ثالثه ان الفلوس ما بتتعدش، مش بس احنا بنعد الفلوس، لا، هي كلمه ماني في الانجليش لا تعد، هي كلمه مش اتنين فلوس ثلاثه فلوس، هي اسمها ماني. فلما اجي اقول له ما كميه الفلوس، اسال بهاو ماتش، ما ينفعش هاو ماتش بقى، لازم كده لازم اكمل هاو ماتش ماني. شو عملت ايه بقى عشان اعمل كلمه استفهام؟ ما كميه الفلوس، وبعد كده اعمل بقى سؤال هاف، هنا فعل مساعد، يو جوت، هاو ماتش ماني هاف يو جوت. يبقى دي معلومه نخلي بالنا منها، ان هاو ميني او هاو ماتش لما تيجي كام الكميه لازم معاهم كلمه تانيه، هنا اسم معدود جمع، وهنا اسم لا يعد. طبعا لو كان طبعا هاو ماتش جت ما الثمن، يعني لو قال لك مثلا ده سأل سؤال فقال له والله ده ات كوستس، ده هو كلفني مثلا 30 باوندز، ده هو كلفني 30 جنيه، جالك سؤال في المحادثه اه الحاجه دي بكام، ده كلفني 30 جنيه، فلما اجي اسال كام الثمن هقول هاو ماتش بس بقى من غير حاجه، هاو ماتش، واجي بقى من عندي هنا داز ات كوست، كم يكلف، كلفني 30 جنيه. يبقى شغالين يا شباب، دي كلها معلومات بنديك ازاي تكون سؤال، وعندنا عاملين سلسله كده لسؤال الديالوج، واخدين فيها كل الافكار اللي موجوده عندنا ازاي نكون سؤال. دلوقتي شغالين النهارده في السؤال بكلمه استفهام، وعاملين ندي افكار عشان تخرج من الفيديو ده لو انت بتتفرج عليه ان شاء الله مفيش ولا فكره تقف قدامك في الامتحان. برضو من الافكار اللي انا عايز اقول لك الناس بتقع فيها، لو جالك سؤال عن فاعل عاقل، لو بتعمل سؤال يا ده سأل سؤال انا معرفوش في الديالوج، فالتاني قال له والله ده علي وون ذا ريس، ده علي هو اللي كسب السباق. طب انت هنا عايز تسال تقول له ايه؟ عايز تقول له مين كسب السباق؟ من؟ يعني انت بتسال عن فاعل عاقل، مين كسب السباق؟ هنا طبعا كلنا عارفين مع بعض ان كلمه هو من للعاقل. قال لك لازم تعرف في سنه ثالثه لو انت بتسال مين فاعل عاقل ما تمشيش بتكوين السؤال بتاعنا. يعني اشطب لي بس علي وقول لي هو وكمل الجمله وون ذا ريس. مين؟ مين كسب السباق؟ علي وون ذا ريس. يبقى دي معلومه مهمه، ان هو لو بتسال عن فاعل عاقل، هو لو بتسال عن فاعل عاقل ابدا احط هو كمل من غير تكوين السؤال. عارف بقى لو بتسال عن مفعول عاقل، يا ده سال سؤال رد عليه قال له اي ويند تو ذا زو، انا رحت الزو ويز مع ماي فاميلي، انا رحت مع عيلتي، انا رحت الزو مع عيلتي. فانا عايز اقول له انت رحت مع مين، انت رحت مع مين، مفعول عاقل، فهسال برضه بهو، ما هو تيجي مع فاعل او مفعول عاقل. المره دي سنه ثالثه لو هسال يا ابني عن مفعول بكون سؤال عادي، يعني ادي كلمه استفهام في هنا وينت، يبقى هبدا بكلمه ديد فعل مساعد بتاعنا عشان ماضي، الاي تطلع بيو ترجع لاصلها، هو ديد يو جو تو ذا زو ويز، هو انت رحت مع مين، هو ديد يو جو تو ذا زو ويز. يبقى لو بسال عن مفعول عاقل انت رحت مع مين، اعمل تكوين سؤال عادي، كلمه استفهام فعل مساعد او ناقص فاعل فعل مكملين. انما لو بسال عن فاعل لازم اشطب واقولها هو وون ذا ريس. في هنا سؤال عايزك تساله لنفسك، هل ينفع كلمه ويز دي تيجي في الاول؟ يعني اقول لك ويز هو؟ لا، ما ينفعش يا جماعه اقول ويز هو، لان كلمه هو ما بيجيش قبلها حرف جر. انما ممكن اقول ويز هوم مع مين؟ ان احنا خدنا في الجرامر ان هوم هي اللي يجي بعدها حرف جر، وهوم بتيجي مع مفعول عاقل. يعني ممكن بدل ما اقول هنا ممكن اقول ويز هوم ديد يو جو تو ذا زو. زي ما انت شايف كل دي افكار لازم الطالب يكون متاسس فيها. الدايلوج يا جماعه ليه اساسيات تعرفها الاول، ازاي تكون سؤال بهل، ازاي تعمل سؤال مزين، ازاي تعمل سؤال بكلمه استفهام، ازاي تكون وبعد كده ابدا اتدرب على الافكار الصعبه واتدرب على دايلوجز بعد كده. فاحنا بنتكلم هنا عن تكوين السؤال بكلمه استفهام، وانا حاولت اجيب لك كل الافكار الصعبه اللي هي الناس بتغلط فيها.
بالنسبه لموضوع تكوين السؤال. خلي بالك يا جماعه الكلام ده مهم جدا. فلما اقول لك برضو في جمله مهمه، ده سال سؤال فالتاني قال له اي هاف، انا عندي اي هاف تو براذرز، انا عندي اخين. ها نعمل سؤال مع بعض، عندك اخين، فانا عايز اقول له كم عدد الاخوات اللي عندك، عندك كم اخ؟ يبقى هسال بكلمه اسمها هاو ميني، بس المستر قال لي هاو ميني ناقصها اس، يبقى هاو ميني براذرز. قلنا بقى من الجزء اللي فات ما تقوليش هاو ميني براذرز هاف يو، لان هاف هنا سنه ثالثه ده فعل اصلي، ده يبلي بمعنى يملك، ما ينفعش اقول هاف، ده الجمله دي ما فيهاش فعل مساعد، يبقى اجيب حاجه اسمها دو او داز او ديد. يبقى هاو ميني براذر ده مضارع، يبقى دو يو هاف، هاو ميني براذر دو يو هاف، عندك كم اخ؟ عندي تو براذرز. في فكره كده عايز اقولها لكم سنه ثالثه، لو جت في امتحان هتبقى صعبه شويه. ساعات يا ابني بتقابلنا جمل في الامتحان الجمله اخرها فول ستوب، يعني الجمله اخرها مش علامه استفهام، ببص الاقي الاجابه مثلا يس ايوه شي كان درايف، ايوه ده هي بتعرف تسوق. طب مستر هتلخبطنا ولا ايه؟ ده المفروض يس، يعني المفروض اللي فوق سؤال ودي علامه استفهام، واعمل مقص بتاعي واقول كان شي درايف اكار اللي حافظها. قال لك لا، في عندنا ساعات حاجه في الانجليش كده سنه ثالثه اسمها السؤال الخبري، معلومه كده للناس المتفوقه، السؤال الخبري. يعني ايه سؤال خبري؟ يعني هي سؤال بس بصيغه خبريه اخرها فول ستوب. لو انت عايز تعمل سؤال خبري يا ابني في اي جمله، يعني عايز تسال سؤال بس في الاخر فول ستوب، تبدا الجمله بتاعتك بحاجه اسمها اي وندر. يعني ايه يا مستر اي وندر؟ انا اتساءل. او كلمه اسمها اي ونت تو نو، انا اريد ان اعرف. في حاجه اسمها سنه ثالثه اي وندر او اي ونت تو نو، لما ابدا بيهم اي جمله يبقى ده السؤال الخبري. لو انت عايز تكون سؤال بهل، روح جايب هنا كلمه اف. انت ممكن تجيب اف او ويزر، يعني في كلمه بتساوي اف اللي هي كلمه ويزر. انما لو سؤال كان بكلمه استفهام لازم تجيب اداه الاستفهام، يعني حسب انت عايز تعمل سؤال ب ده بهل يبقى جيب اف. بعد اف اكتب بقى السؤال بتاعي بس بصيغه خبريه. صيغه خبريه يعني يكون الفاعل قبل الفعل المساعد. يبقى اي وندر، انا بتساءل، اف شي لو هي كان درايف. خلاص كده؟ انا بتساءل لو هي بتعرف تسوق. قال له ايوه شي كان درايف، ايوه بتعرف تسوق. يبقى اي وندر او اي ونت تو نو، عايز اعرف اف لو شي كان درايف. قال له يس شي كان درايف. يبقى نقولها تاني في حته كده المتفوقين، احنا بنقول دايما الافكار الصعبه في المحادثه. موضوع السؤال المزين خدناه الجزء اللي فات، ازاي نعمل كويشنز تاك سؤال مزين وضربنا عليه. هنا بنقول حته تانية للناس الشاطره، ان في حاجه في الانجليش اسمها السؤال الخبري، سؤال بصيغه خبريه، فتلاقي الجمله اخرها فول ستوب مش علامه استفهام. بتعمله ازاي لو حسيت في امتحان هي خبري؟ تبدا باي وندر، انا اتساءل، او اي ونت تو نو. لو سؤال بهل تكتب اف، لو السؤال كان بكلمه استفهام تكتب اداه الاستفهام، وتعمل السؤال بتاعك بس بصيغه خبريه. يعني ايه صيغه خبريه؟ يعني تعكس دول. اي وندر، انا بتساءل لو هي بتعرف تسوق. قال له ايوه هي بتعرف تسوق. يبقى انا في الجزء ده النهارده عملت لك ايه؟ رجعت معاك ازاي تكون سؤال بكلمه استفهام، واتدربنا وقلنا يا جماعه ان اهم حاجه امشي بتكوين السؤال عشان اعرف اقفل. قلت لك لازم تاكد على كلمات الاستفهام تحفظها كلها، هاو فاست كم السرعه، هاو لونج كم المده، هاو فار كم البعد. عندنا شباب هاو لونج، عندنا هاو هاي، هاو سبيد، وات بقى، وات ايج، وات الحاجات دي كلها. بعد كده جبت لك اهم الاخطاء اللي الناس بتقع فيها في تكوين السؤال، وانا بقول لك هو تاني ان احنا عندنا واحنا بنصحح اكتر اخطاء شائعه. قال لك واي يو كام، غلط، مش اسمها واي يو، مش اسمها كيف السؤال، ادام جبت كلمه استفهام لازم واي دو يو. فتركز دايما ان انت تحط فعل مساعد قبل الفعل، والفعل المساعد بتجيبه من الجمله، ولو الجمله ما فيهاش بتجيب دو او داز او ديد، وترجع بقى الفعل الاصلي.
وخدنا ازاي نعمل هاو ميني وهاو ماتش، وسؤال هو الافكار لما تيجي فاعل عاطل او مفعول. اتكلمنا عن السؤال الخبري، وده لو قابلك بقى حاجه متفوقين اي وندر او اي ونت نو. يبقى احنا كده الجزء كده الاول شرحنا فيه تكوين السؤال بهل وكل الافكار والجمل الصعبه وجمل المتفوقين. الجزء الثاني شرحنا تكوين السؤال بكلمه استفهام والاجابات المختصره وازاي نتدرب ان احنا نعمل سؤال. يبقى انا فاضل لي في سلسله الدايلوج الجزء الاخير ان شاء الله الجزء الثالث، وده غالبا هينزل مع الابلكيشن، الناس هتنزل ان شاء الله يا جماعه اخر الاسبوع في ابلكيشن نازل على جوجل بلاي اسمه الانجليزيه للثانويه العامه. ده كان موجود السنه اللي فاتت، الانجليزيه للثانويه العامه. ده كان موجود الحمد لله حقق نجاح جامد جدا السنه اللي فاتت، بس هو طبعا عشان المنهج اتغير اضطر ان احنا نغيره دلوقتي. فهو ان شاء الله قبل اخر الاسبوع هيبقى موجود على جوجل بلاي. في كل المنهج الترم الاول 9 يونيتات بالمذكرات بامتحانات اونلاين، في شرح الستوري القصه الاربع فصول بمذكراتهم بامتحاناتهم، في تسميع كلمات تخش تمتحن نفسك، في بقى فيديوهات كتير للسكيلز ترجمه ودايلوج والحاجات دي كلها. كل حاجه تبقى موجوده ان شاء الله على الابلكيشن، تبقى حاجه كويسه ان شاء الله. فاحنا الجزء الثالث من سؤال الدايلوج ده هيبقى عباره عن ايه بقى؟ عباره كله عن حل. نجيب كده دايلوج ونقعد بقى نحله مع بعض ونشوف ايه الصعب، وطبعا عايز ترجمه وعايز حفظ كلمه. فان شاء الله يكون الفيديو ده يعني فاتكم وتبقى حاجه كويسه. ما تنسوش يا جماعه الناس تعمل لايك للفيديو عشان نعرف الناس الحمد لله ماشيه كويس، تشاروه لزمايلكم ده حاجه مهمه. خير الناس انفعهم للناس، خد اللينك ودي جروبات ثانويه عامه اصحابك عشان كل الناس تستفاد، وان شاء الله تبقى حاجه مفيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.